بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم وبفضل الله سبحانه وتعالى وفضل الأستاذ خالد المعموري افتتحت ورشتي الخاصة المتواضعة لتصليح كافة أنواع الماطورات الكهربائية والغطاسات وكذلك المكيفات والسبالت وتصليح الغسالات بكافة أنواعها وأحجامها وأيضا تصليح المولدات الكهربائية. اليوم الحمد لله رب العالمين افتتحت هذه الورشة البسيطة في محافظة بابل بفضل كل ما نشره الأستاذ خالد المعموري على صفحته الخاصة على الفيسبوك وأيضا على اليوتيوب. احتاجت فقط هذه المواد البسيطة العدد المتوفرة في المنزل وفي السوق وبالسعر المناسب، وأيضا بعض الشبن والبولبرنات والكندسرات والرنجات والكمبريسرات وأيضا جيربوكس الغسالة وماطور التنشيف وماطور الغسيل، وجميعها بأسعار منافسة يعني حقيقة رخيصة جدا. أسأل الله تعالى أن يوفق الأستاذ خالد المعموري على كل ما عمله من أجل نشر العلم والقضاء على البطالة والحث الشباب على العمل مهما كانت الظروف. وأيضا أنا بصفتي عاطل عن العمل سابقا تعلمت من اليوتيوب ومن الأستاذ خالد المعموري كل ما هو يخص التصليح وتصليح أقصد الماطورات ولف الماطورات بالإضافة للمولدات والسبالت والغسالات. الحمد لله رب العالمين. هذه المهنة أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع طبعا ومن ضمنهم الأستاذ خالد المعموري على كل ما فعله من مجهود كبير. أنا اليوم افتتحت هذه الورشة لأول يوم والحمد لله الله سبحانه وتعالى أرزقني لهذا اليوم بخير وفير صراحة، يعني صراحة في أول يوم افتتاحي لهذه الورشة أني اليوم استرزقت والحمد لله رب العالمين. اليوم أنا صار لي دافع كبير جدا صراحة لأنه افتتحت هذه الورشة وأيضا كسبت معلومات وفيرة بفضل الله سبحانه وتعالى وأيضا الأستاذ خالد المعموري. أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع ومن ضمنهم الأستاذ خالد المعموري من محافظة بغداد، أخوكم مرتضى سلطاني من محافظة بابل. أشجع كل شاب عاطل عن العمل لا ينتظر فرصة التعيين حتى وإن كان خريج جامعة. أنا أيضا خريج جامعة وأيضا أنا اليوم أدرس ماجستير لكني لا أفكر في التعيين وأضعه في الأمد البعيد بسبب الأوضاع التي يمر بها الوطن، وأسأل الله تعالى أن يبعدنا عن هذه المحنة ويرزقنا خير ما يشاء. وأحث جميع الشباب على افتتاح ورشتهم الخاصة بفضل الله سبحانه وتعالى.